وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على شرفنا محمد عبدك ونبيك. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة صحرا توب. جدل في مدينة سلن حول مراسيم عزاء لقطة أقامتها ابنة نائبة عمدة، مما أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية. وفقا للتقارير، اقتصرت هذه المراسيم على توديع قطة متوفاة تعود لابنة نائبة عمدة المدينة. تفاجأ الجيران عندما شاهدوا حضور الناس وسماع أصوات التلاوة الدينية المصاحبة للمراسيم، وعندما توجه بعضهم إلى منزل صاحبة القطة لتقديم واجب العزاء اكتشفوا أن الحدث يتعلق بقطة ميتة. آله وصحبه وسلم عدد خلقك ومداد نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، ورضي الله تعالى ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا الاكتشاف آثار صدمة واستغرابا بين الجيران. المراسيم تضمنت حفلا ديني أتم فيه قراءة بعض الآيات من القرآن الكريم والدعاء للقطة المتوفاة، بالإضافة إلى ذلك تم تداول صور ومقاطع فيديو للجنازة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نهاية هذا الخبر، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لكم تحيات طاقمنا، إلى اللقاء.